السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو تنقول لكم عواشركم مبروكات، عيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالمان والهنا لكم والعائله ديالكم والناس العزاز عليكم. فوالا، اليوم ان شاء الله غنوجدوا واحد الكغاطه اللي كتجي رائعه، يعني تستاهل التجربه. نصايبها بالبيونداشي والمقارونه، وبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. هنا غندوزو المقادير. كما كتشوفوا عندي جوج ديال حبات ديال الطماطم محكوكين، بصله واحده مشلضه، واحده فلفله حلوه، ثلاثه ديال الدروز ديال الثوم، شويه الكفته، قزبر مع معدنوس، وعلى حسب نتوما الكونتيتي اللي غديروا تقدروا تكثروا في المقادير الا بغيتوا. فوالا، هادشي اللي كاين. هنا كنضيف شويه ديال الزيت وغنشحر، ندوز نشحر هاد المكونات كلها، البصله مع نسبق البصله هي الاولى مع الفلفله. هنا ضفت طماط محكوكه كما كتشوفوا معايا، من بعد ما شحرت شويه البصله. هنا الثوم، ثلاثه ديال الدروس حكيتهم، عيون ضاشي على حسب الكونتيتي اللي غديروا نتوما. هنا غنضيف واحد 3 معالق ديال طوماط كونسونطري. هنا غنضيف التوابل، معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء، شويه الازار، الخرقوم، وعندك الملح. الملح بطبيعة الحال على حسب الذوق، ومن بعد كنذوقو كنشوفو واش هي هذيك ولا خاصها الملح. هنا كنضيف قزبر مع معدنوس، صافي. من بعد غنخليها دابا طيب، راه ضفت ليها الصوص ديالها فاش طيب. هنا درت المرميطه ديالي الطنجره فاش غادي نطيب المعقرونه كما قلت لكم، وغندير شي تسويت يعني في دقه واحده. غندير ما غاديش نتسنى، نبدا نطول. هنايا غندير، درت الماء كيغلي باش ندير مقرونه، وهنا غنوجد صوص بيشاميل. هنايا بالنسبه للصوص بيشاميل غندير 3 معالق، 2 معالق ديال الزبده عامرين، وبالنسبه للفرينه غادي ندير 3 معالق ديال الفرينه، حيت انا تقريبا غادي ندير غادي الايترو ديال الحليب. فوالا، ايترو ما كانش تقريبا ايترو. نتوما الا بغيتو ديروا السيترو ديروا 1 معلقه ديال الزبده في نص السيترو ديال الحليب. انا غادي نضيف 3 معالق ديال الفرينه، هنا غنضيف الحليب كما قلت لكم، راه تقريبا ايترو ديال الحليب شط منه واحد الكاس. انا كثرت شويه الصوص بيشاميل، وانتم على حسب، الا بغيتو ديروا شويه ديروا مثلا السيترو كيجي فيه معلقه ديال الزبده، ديروا معلقه، من بعد ديروا فرينه. هنايا غندير هاد المقرونه هي اللي باش غنطيب. هذه نتوما تقدروا ديروا اي مقرونه موجوده عندكم، ماشي مشكل، ماشي ضروري تكون هذا الشكل، هذا اي شكل عندكم تقدروا تخدموا به. هنا بالنسبه للطنجره فاش غنطيب المقرونه، درت فيها شويه ديال الورق سيدنا موسى، شويه ديال الزبده، وغنضيف الملح باش ما تجينيش مسوسه.
لي على هذا الصوت، هذا الجيران كيصايبوا شي حاجه في الجرفه ديالهم وكيتسمع هذا الصوت. انا بالنسبه للصوص بيشاميل غندير شويه ديال الابزار والملح، فوالا شويه ديال الابزار والملح صافي، والنار تكون مهيله وبقاو عليه التحراك ما تغرفلوش عليه باش ما تلصقش. هنا صافي الصوص ديال البيشاميل راه اختار على حسب نتوما، الا بغيتو تخليوه يقصح مزيان خليوه على النار واحد شويه، انا ما غاديش نخليه يختار حيت غنملي يبرد غادي يولي شاد راسو. غنخلي صافي راه موجود تقريبا، غنحيدو من النار باش ما بالنسبه للمكرونه من بعد ما طارت قطرتها من الماء كما كتشوفوا معايا، غنضيف عليها الصوص على هذا الشكل هذا. غنخلط كلشي، هنا عندي الفرماج وعندي لا كريم فريش. بالنسبه لا كريم فريش ما بغيتيش ديروها ما ديروهاش، ماشي مشكل، الا ما كانتش موجوده سي با لا بان ديروها، انا موجوده غنديرها مع الفرماج. والا كما قلت لكم الا ما كانش عندكم موجوده بلا ما يعني ما الواحد ما يكلفش على راسو، عصوص بشاميل راه كافيه. انا خديت هذا المول هذا اللي غيدخل ليا الفران وغنحط فيه على هذا الشكل هذا. كتبقى الاولى بحال هذا الشكل هذا، كتجي رائعه البنات الصراحه، جربوها وردوا عليا، اكيد كاع اللي جربها تعجبهم غتولي معتمده عندكم ان شاء الله. وبالنسبه اللي عنده الدراري الصغار تيعجبهم هادشي ديال شي ديال لازانيا وهادشي ديال الكغاطا. هنا كنضيف صوص بشاميل، نضيف الكريم فريش. تقدروا ديروا واحد القضيه الا بغيتو نتوما بحال هاد الكريم فريش، تقدروا تخلطوه مع صوص بشاميل وديروه في بطاقه واحده، انا كيعجبني هكا نديرو بوحدو. لو كنضيف شويه ديال الفورماج نو غنمشي على هذا الشكل ان شاء الله. تنسالي نسالي الكونتيتي اللي عندي وغندخلها للفران ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. غيجي الفيديو طويل واحد شويه صراحه حيت كاع المراحل صورتهم معكم، ولكن ماشي مشكل. هنا ما بقى لي ندخلها الفران ان شاء الله من بعد ما نجبدها وانا معكم. ولا البنات كما كتشوفوا معايا الكغاطا اللي وجدنا مع بعضياتنا من بعد ما طابت كتجي رائعه وتستاهل التجربه. ونقول لكم الفيديو غيسالي هنايا، وتهلاو في روسكم ودعكم في امان الله الى فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.